هذه المجالس إذا رأيت أن الله يا عبد الله يا أمة الله يا بني يا بنتي إذا رأيت أن الله أخذ بك إلى مجالس العلم فاعلم أن الله أراد بك خيرا. من يرد الله به خير يفقهه في الدين. وإذا رأيت أنك نفسك قد جزعت وجفلت وصدت عن مجالس الخيرية عالجها. كيف عالجها؟ اجبرها، اغصبها، ادفعها لمجالس الذكر. الشيطان إذا سمع الأذان في المسجد فر وله ضراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه أن تكون مثل الشياطين، إذا أتيت مجالس العلم فريت منها، وإذا مجيت مجالس الله جلستها، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فرح مسرور. انتبه أن تكون من هذا الفصيل أو من هذا التوجه. نعم.